يقول أيضا هل ممكن صلاة الليل أن تكون جماعة مع الزوجة والأولاد في المنزل؟ إذا كان هذا بصفة دائمة فلا يجوز، أما إذا فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك. إذا فعله بعض الأحيان صلوا جماعة صلاة الليل أو صلاة نافلة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بأصحابه بعض الأحيان. أما المداومة على ذلك فلا يجوز إلا في صلاة التراويح والقيام في رمضان.